كابتن بس ناخد المداخله معانا الشيخ سيد سليمان من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم وفضيله الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. مرحبا يا شيخ. فضيله الشيخ، احنا بنتكلم النهارده عن زواج الانتاج. سمعت عن زواج الانتاج قبل كده فضيله الشيخ؟ نعم، انا يعني هرد جواب مختصر ثم نفصل الكلام. هذا الشرط شرط فاسد ولا يجوز ان يتم او ان يكون، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في قوله: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالشرط هذا شرط فاسد مع صحة العقد، يعني الشرط هيكون فاسد يعني هنلغيه، لا وجود له في عقد الزواج. ثم بعد ذلك يتم الزواج بعيدا عن هذا الشرط. يعني هذا الشرط لا يؤثر على صحة عقد الزواج؟ لا، لا يبطله. يعني الأمور الفقهية والألفاظ الفقهية أرجو يعني أن تفهم كما هي حتى لا ينسب لي قول لم أقله. معنى الشرط الفاسد يعني كأنه غير موجود، شرط وجدناه فاسد فبنلغي هذا الشرط. يعني إذا نص في عقد الزواج على شرط أن هذا الزواج من أجل الإنتاج، فالزواج لا، كلمة الإنتاج هي كلمة غير صحيحة، تلغى من العقد كأنها غير موجودة. طب يا فضيلة الشيخ، هو ممكن ما يذكرش هذا الشرط في عقد الزواج ولكن تكون النية وهي الأصل في الزواج أنها قائمة على الإنتاج فقط؟ طيب، إذن لابد من التفصيل. لا يوجد في الشرع ما يسمى بزواج الإنتاج، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالزواج المعلق على حدوث شيء أو على عدم المعلق حدوث. على شرط أي مكان المعلق على حدوث شيء أو عدم حدوث، هذا لا يوجد في الشرع، وهذا يخالف الشرع، وهذا حرام، وهذا باطل. والزواج على سبيل التأكيد، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالزواج المؤقت أو زواج المتعة. كل هذه الأنواع هي محرمة في الشريعة الإسلامية قولا واحدا، لا فصال ولا جدال فيه. ولذلك نرجع نشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا أراد من الزواج، لما أباح الله سبحانه وتعالى وجعل لنا الزواج. أولا، الله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان من المخلوقات التي كرمها الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. هل هذا الشرط وهو شرط الإنتاج فيه تكريم للإنسان؟ طب هل هذا الشرط فضيلة الشيخ، هي كانت بس الأستاذة دينا معانا منورنا في الاستوديو، وهي كاتبة في مجال حقوق المرأة، قالت في بداية حديثها إن زواج المتعة كان موجود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وزواج الإنتاج يعتبر من ضمن زواج المتعة. يعني هي بتقول إن زواج المتعة كان موجود في عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل أقره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حرمه؟ كل الأشياء أقره أم حرمه؟ عشان بس الأستاذة دينا معانا، هي مش محتاجة أن أنا أرد عليها، ماذا كان هي عارفة أنه كان موجود في عهد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أو إحنا عايزين نعرف من حضرتك بقى، هل الرسول عليه الصلاة والسلام حرمه، أقره أم حرمه؟ طبعا لقد حرمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الصحابة على ذلك من بعد رضوان الله عليه. تمام. بنشكر طبعا بتوجب الشكر فضيلة الشيخ سيد سليمان، عالم من علماء الأزهر الشريف، على هذه الإضافة وهذه المداخلة.